السلام عليكم مرة أخرى، رمضان كريم. اليوم غادي نديرو إن شاء الله البستلة ديال الحوت. عندي هنايا فيلي ديال الحوت، ما كنلقاش الميرلون، درتو فيلي زوين. هاد الفيلي كات فيش، درتلو البزار الملح وعصرت عليه الحامض. غادي ندخلو الفران يطيب، كيجي حسن في الفران من الكسكاس كيبقى فيه الماء. عندي 300 غرام ديال الشريمب ديال الكروفيت نقي ومغسول. عندي هنايا كلشي هاد القياسات، 100 غرام ديال القزبر ومعنوس، 100 غرام ديال الشامبينيون اللي ما بغاش ما يديروش، 100 غرام خز محكوك، 100 غرام ديال الزيتون مقطع طريفات صغار. عندي هنايا معلقه كبيره اولا معلقه ونص ديال الحامض المصير قطعته طريفات صغيورين مع داك الماء ديالو. عندي البزار نص معلقه، ما تنبغيش ندير البزار بزاف حتى كندوق. عندي معلقه ديال الكمون، الملح، عندي معلقه ديال التحميره، وعندي هنايا تقريبا معلقه كبيره ديال الثومه مدقوقه، زيت العود طبعا. عندي هنايا كالامار صغيور، الا لقيتو الصغير حسن، كيطيب دغيا، كيتشحر مع كلشي، ماشي ضروري تسلقيه او تفوريه. وعندي فيرميسال. بسم الله، غادي ندخل هذا الفرن يطيب. غادي نشحر الكالامار هو الاول في زيت العود، وغادي نزيد عليه الشامبينيون الخيزو والعطريه، ونزيد العناصر كامله، ونخلي الاخر هو الكروفيت اللي غنديرو، ونصايب الفيرميسال في الماء باش نزيدها الخليط، ونرجعو باش نشوفو كيفاش نصايبو البستله ديالنا. بعد ما خليت هذه كالامار باللي طاب، غادي نزيد القزبر معنوس، نزيد الخيزو، شامبينيون، زيتون، ثومة، البزار، تحميرة، كمون، الملح، حامض مصير، وغادي نطيب هاد العناصر كاملة مزيان. الى نشفت لكم بغيتو تزيدوا شويه ديال الزيت زيدوا، انا ما كنبغيش نكثر الزيت باش ما تجينيش ميدمه في الورقه. بعد ما تشحر داكشي ديالي نزيد الكروفيت، بدا كيطيب. دابا زدت الفيرميسال، الحشوه ماشي كثيره بزاف لانني غنصايب بسطيله ما كبيراش بزاف على حسب الاشخاص اللي كاينين، باش ما تضيعش التكال كامله. انا عصر شويه الحامض. الحشوه ديالنا طيبناها، والحوت اللي درت في الفران حتى هو طاب. دابا غادي نضيفو ليها، نحركو كلشي مزيان، ومنين نحسو بها بردات مزيان نبداو نعمرو البسطيله ديالنا. انا كنستعمل الورقه ديال فيلو لان صراحه كتجي زوينه في البسطيله بزاف، وكتبغي الخاطر كتقطع بالزربة، ولكن هي احسن ورقه كتجي فيها البسطيله، سواء الحوت ولا ديال الدجاج، كتجي هشيشه وكتذوب بالزربة، ومنظر فيها حتى هو زوين وما غليضاش. انا عندي الزبده هنايا باش غادي نبدا نطلقها، وعندي الحشوه موجوده، وغادي نبدا نصايب البسطيله ديالي. عندي هذا الصحن على شكل سمكه، اليوم بغيت نصايب البسطيله على شكل سمكه. غادي نمشي على هاد التقطاع ديالو، هاد الشيب ديالو، وان شاء الله نتوفق نصايبها وتجي زوينه والشكل ديالها زوين. كما قلت هاد الورقه كتعذب شويه، ولكن راها زوينه بزاف البسطيله. كنحاول نصايب ليها الشكل باش تجينا على شكل سمكه ان شاء الله. البسطيله ديالي هي كملتها في الجميع، درتها على شكل سمكه. غادي نخليها الى نقدر نديرها في الفريكو، لما بغيتش نطيبها اليوم غادي ندخلها الفرن يكون موجودين باش ناكلو، وعاد نزوقها ندير لها الديكور ديالها. ما غاديش نطيبها في هذا، غادي نهزها ونديرها في الطاوه. البسطيله هي وجدات من بعد ما طيبتها، درت لها الديكور، هي كتبان على شكل سمكه، شكل زوين، وهذا هو الكروفيت والريوس ديال الكالامار الحامض.
سهله ما صعيبه، شخص الواحد غير يعطيها الخاطر. ونتمنى تعجبكم وتجربوها، لان الشكل ديالها رائع حقا، وحتى المذاق راه زوين. وشكرا على المشاهده.